واش انت واحد الشخص كيتصرع عليك غير شخص واحد، او لا اللي تلاقى معاك كيتصرع، اللي تلاقى معاك كيبغي يسخرك، اللي تلاقى معاك كيبغي يهيمن عليك، اللي تلاقى معاك كيبغيك دير ليه خاطرو. ما عندكش مشكل غير مع شخص واحد، عندك مشكل في شخصيتك اللي جا كيتصرع عليك. وغنزيد نمشي معاك بعيد، علاش هاد الناس هادو اللي عايشين معاك انت في البيئه ديالك ما تيخافوش منك؟ علاش ما تيخافوش منك؟ علاش شي نهار انت فاش تمشي لشي مناسبه عائليه ما ديرش انت رجل على رجل وتقول لهم جيبوا لي شي كاس ديال اتاي، عوض انهم يبداو يسخروا فيك. مساء الخير جميعا ومرحبا بكم معنا في حلقه يوم الاحد. بغيت نسولك واحد السؤال وتكون معايا صريح، واش انت واحد الشخص اللي كيتصرعوا عليه الناس دغيا، او لا واش انت واحد الشخص اللي فاش كتشوف شي واحد بدا يتصرع عليك ما كتعرفش توقفو، او لا شخص واحد ربما اللي داصر عليك او اللي تصرتي عليك في الماضي ولاقي معاه مشكل اليوم؟ يمكن هذاك الشخص اللي شي نهار تسلفتي ما عندوش شي جدريال ولا دائما كيندمك عليها وديما كيجبدها لك بالعاني باش يطيح منك قدامه. يمكن هذاك الشخص اللي شي نهار طلبتي منه انه يروندي لك شي سيرفيس ومن نهار دار معاك المزيان هو ديما كيجبدها لك اشاك فوا، كيجبرك على انك انت تبقى دير معاه المزيان حياتك كامله. وهذه المساله هذه شائعه بزاف، كنتوصل بزاف ديال الرسائل ديال الناس اللي تيجي عندي تيقول لي انا واحد النهار كنت في واحد المرحله ديال الضعف. كيف ما تتعرفوا متتبعينا الاوفياء، ضروري تجي واحد المرحله في الحياه ديالنا اللي كنحسوا بها في الضعف، اللي كنحتاجوا فيها يد المساعده، يمكن مساعده ماديه، يمكن مساعده معنويه، يمكن ان سيرفيس، كل واحد كتوقع عليه هذه الحاجه هذه. ولكن في بعض المرات تمشيو نطلبوا هذه المساعده هذه مع عند الشخص الخطا اللي كيندمك علاش طلبتي منه هذه المساعده هذه. يعني كيمشي معاك بالمنطق ديال انا درت معاك المزيان مره واحده خاصك انت تبقى دير معايا المزيان دائما، وانا كنتفهم انك طلبتي المساعده مع عند شي اشخاص من قبل وندمتي. يقدر يكون كاع ماشي في اطار المساعده، يقدر يكون شي واحد باسل في البيئه ديالكم فيه الهضره بزاف، فيه الفهم بزاف، وديما كيبدا يتقبح عليك وانت كتحشم منه. وما اكثرهم عاوتاني هذوك الاشخاص اللي انت كتوقرهم وكتحترمهم وهما ما كيحترموكش، انت كتحاول تكون معاهم زوين وهو باغي يردك قرض. ودابا بغيتك تسمعني شغنقول لك واعطيني ودنيك. قبل ما ندخلو شنو هما الطرق ديال التواصل اللي خاصك تبدا تستعملهم مع هذا النوع ديال الاشخاص هادو باش يرجعوا للمكان ديالهم والحجم ديالهم الحقيقي، بغيت نسولك واحد السؤال، واش انت واحد الشخص اللي كيتصرع عليك غير شخص واحد، اولا اللي تلاقى معاك كيتصرع عليك، اللي تلاقى معاك كيبغي يسخرك، اللي تلاقى معاك كيبغي يهيمن عليك، اللي تلاقى معاك كيبغيك دير ليه خاطرو؟ علاش سولتك هذا السؤال هذا؟ لان متاكد ان في 99% ديال الحالات ما عندكش مشكل غير مع شخص واحد، عندك مشكل في شخصيتك اللي جا كيتصرع عليك. وغنزيد نمشي معاك بعيد، علاش هاد الناس هادو اللي عايشين معاك انت في البيئه ديالك ما تيخافوش منك؟ علاش ما تيخافوش منك؟ علاش شي نهار انت فاش تمشي لشي مناسبه عائليه ما ديرش انت رجل على رجل وتقول لهم جيبوا لي شي كاس ديال اتاي، عوض انهم يبداو يسخروا فيك، عوض انهم يقولوا لك جي عاوننا في الكوزينه. وهاد القضيه هذه كاينه في العائله بزاف، كاينه في العائلات المغربيه بزاف، كتلقى هو فاش كيجي عندك للدار كيلعب الدور ديال الضيف، كيدير رجل على رجل وانت كتمشي تكلف وتسلف وتدخل الكوزينه بوحدك وتقاد كل شيء، ولكن انت فاش كتمشي عنده كتولي خدام عنده بحال الخدامه، كيخدمك جيب هادي ارا هادي نديرو هادي شنو هادي. علاش؟ واش كاين شي تصار اكثر من هادي؟ يلا جاوبني، واش انت اليوم فاش كتدخل وسط العائله ديالكم كتقدر دير رجل على رجل تقول لهم جيبوا لي واحد الكاس ديال اتاي؟ سؤال بسيط، ما كنهضرش على البز، ما كنهضرش على الدراري الصغار او على المراهقين 16 عام 17 عام، هادوك خصهم يمشيو يدوها في قرايتهم. انا كنهضر عليك انت دابا كتفرج فيا، توي ماجور اي فاكسيني، انسان مسؤول ربما، عندك وليدات الله يخليهم ليك، مجوج، ولكن ربما كيتعاملوا معاك بحال شي برهوش. وكاين شي تصار اكثر من هادي؟ وفي الاخر كيجيو عندك الكومونتير وتقول لك انت اللي تبعك غادي تخاصم مع كل شيء، انت باغا تخاصمنا مع عائلتنا، انت باغي دير هادي. واش انا اللي باغي نخاصمك؟ اولا وجه كنيس ديال الشتيف وديال التسخار. يلا جاوبني، واش الغلط مني انا اللي كنهضر وكنبارطاجي معاك؟ راه ميمكنش تمشي عند واحد الاستاذ ديال الكاراتي في الصال ديال السبور وتقول ليه علاش كتضرب الدراري الصغار الكاراتي، انت كتعلمهم العنف، انت كتعلمهم اللي يضربوا ويخلوا يضربوا عباد الله في الزنقه. لا، هذاك استاذ ديال الكاراتي، انا استاذ ديالك الا قبلتي عليا،
انا كنعطيك بعض التقنيات اللي تبدا تستعملهم في واحد المواقف معينه، ولكن الا كنتي انت عارف راسك ضعيف وعارف وجه تماره وجه صخره وما باغيش تواجه هذا المشكل اللي عندك، وكتلقاني انا حيت قصير لان انت كتشوفني غير من ليكرون اولا كتشوفني كمتنفس باش تخرج هذيك المعاناه ديالك وتقول لي انت باغي تخاصمنا، انت هذه طرح السؤال واش انا اللي باغي نخاصمك اولا انت كتفونطازمي على العصا. ايه كاين الناس اللي كيفونطازمي على العصا، كيلقى البليزير ديالو في التصرفات، كيلقى البليزير ديالو في الصخره وجهو غير ديال الصخره. اتونسيون ما كتهضرش على الصخره، الصخره راه ماشي عيب، سيد الرجال خادمهم، انا نتسخر عليك ونهزك فوق راسي، علاش؟ لانني سي ان جيست كنديرو من قلبي، ماشي بحيت كيعطيني واحد اخر الاوامر. وقبل ما ندخلو مباشره في الموضوع، ما تبقاش دائما دماغك يمشي للعنف. فاش علاش؟ لان كنت فاهم انك كبرتي في العاطفه، ودير على وجه عمك، ودير على وجه خالتك، ودير على وجه الجيران، وبوس لهذا راسو، وبوس لهذه يديه، وحشومه الى اخره. ما كبرتيش في هادشي، ما عارفش هادشي، غادي يولي بان لك هادشي بحال الا باغي نضاربو. حنا ما تنضاربوش، كاين طرق ديال التواصل اللي غادي نتعلموهم. داكشي علاش خاصك تحيد من بالك هاد المغالطه ديال انني باش نحد لواحد الانسان بصارتو، اولا باش نواجه واحد الشخص عنيف، اولا باش يمكن ليا نجاري واحد الشخص اللي صعيب شويه، خاصني انا نكون مقزدر وقبيح بحالو. نو، خاصك حاجه وحده، خاصك الذكاء العاطفي، خاصك مهارات التواصل. هادشي اللي كنقراو، هادو هما المهارات. يمكن ليا تكون عندي قيمه وسط الناس اللي عايش وسطهم، نعرف نتواصل، نعرف نوصل لي ميساج، نعرف نواجه شي حاجه الا شفتها ما عجبتنيش بلا ما نبان انا قرد او نبان قبيح او نبان ما مزيانش. هادشي اللي كنتعلموه. قبل ما ندخلوا متتبعينا الاوفياء في هاد التقنيات، هاد جوج ديال التقنيات هادو اللي غادي تبدا تستعملهم انطلاقا من اليوم باش تشد اي شخص كيتصر عليك ولا كيتقبح عليك، وتبدا ترجعهم للاماكن ديالهم الحقيقيه بدون عنف، كنسطر على بدون عنف. فعندي عليك اقتراح، الاقتراح ديالي هو الا مازال ما درتيش الدورات الكورسات ديال الذكاء العاطفي والاجتماعي والطاقي، وسورتو سورتو كنسطر على دوره الذكاء العاطفي، الكورس ديال الذكاء العاطفي في 9 ديال السوايع، كنتكلموا فيه غير على التواصل في اوقات الازمات اللي غادي تحتاجوا، لان لا يعقل ان اليوم ما كتعرفش تواصل، ما كتعرفش تحل المشاكل، كتجتنب المشاكل، ما كتاخذ مبادرات، ما كتفرض الراي ديالك، ما كتفرض الوجود ديالك، غير كيسخروك، غير كيقشبوا عليك، وبغيتي هادشي يتحل بوحدو. نو، خاصك تدرب. وحنا دايرين هاد السلسله ديال الكورسات غير على قبلك باش تهز الحياه ديالك لمستوى اخر، واعني ما اقول. بالنسبه للناس اللي باغيين يستافدوا من هاد السلسله ديال الكورسات هادو، فيمكن لكم توصلوا بهم، فهي كورسات مسجله، يمكن لكم توصلوا بها فين ما كنتم في العالم كامل. يمكن لك تدخل الرابط اللي كاين في التعليق اولا في الوصف، اولا تزور مباشره الموقع ديالنا اللي كيبان في الشاشه www.azizafkar.com. احسن استثمار في العالم هو تستثمر في المهارات ديالك. الدليل هاني كتشوفني قدامك، كون ما استثمرتش في نفسي انا اليوم كون راني مازال خدام في السنتر دابيل، كون ما استثمرتش في نفسي. ندخلوا دابا مباشره في الموضوع. اولا فاش كنتكلموا على شخص داصر عليا، فهاد الشيء كيعني ان كاين بعض التصرفات كيديرهم هاد الشخص هذا اللي كيخليوك تحس بانه داصر عليك، اللي كيعكسوا هذيك الدصاره ديالو. ما هي التصرفات اللي كيديرهم هاد الشخص هذا بالضبط اللي كيخليك تحس انه داصر عليك؟ بغيتك تسطر ليا تو ايدونتيفي هاد التصرفات هادو. واش شي كلمه كيبقى يعاودها ليك؟ واش شي عاده ولفتيه انه يديرها؟ بحال مثلا انت كتمشي عنده ضيف وهو كيبغي يسخرك، واش ولف ياخذ منك الفلوس ويحلب منك الفلوس دائما؟ واش فين ما تمشي تقهوى معاه كينوض يسبقك باش تخلص عليه انت قهوه؟ شنو هو التصرف؟ ايدونتيفي ليا التصرف، فكر في هذا التصرف هذا اللي كيديرو هذا الشخص هذا دائما ووصفه، كتبو بغيتك تعرفو بدقه. شنو هو التصرف هنا اللي كيعكس الدصاره ديال الشخص هذا؟ هو فين ما يجلسوا معنا كيجبد ليا الموضوع ديال الزواج. واش انت باقي ما تزوجتيش؟ امتى غادي نفرحوا بك؟ واش مازال ما لقيتيش خدمه؟ واش ولدك مازال كيكمي الجوانات؟ واش بنتك كدير لايفات في تيك توك؟ التصرف اللي كيعكس الدصاره ديال الشخص هذا هو واش ولدك باقي ما دبرش على خدمه؟ شنو هو الغلط اللي تدير؟ تتخلي هذاك الشخص هذا كيخرجك على الموضوع، ما تخليهش يخرجك على الموضوع، غادي تبقى مركز على جمله وحده قيدها. انت قلتي لي بان واش مازال ما لقيتيش خدمه؟ ما عندكش الحق تقول لي هاد الهضره هذه، شكون انت؟ غادي نعاود، انت قلتي لي بانني انا باقي ما تزوجتش اولا باقي ما لقيت خدمه، ما عندكش الحق تدخل معايا في هاد المواضيع هادو امام العموم.
لا ولكن انت كتاخد دائما الامور بجديه، انا غير بغيت نسولك، باغي غير مصلحتك. اش قال هو؟ قال انا كندير هادشي غير على قبل مصلحتك. شنو هو الغلط اللي كدير هنا؟ كتمشي معاه في الموجه. لا انت ما كديرش هادشي على قبل مصلحتي، ها انت دخلتي في المعاطيه، ها هو غلبك. لا بقى مركز على الغلط اللي دار، ما عندكش الحق تقول لي هاد الهضره. لا ولكن انت ما كتزيد فيه، فوزافي با لو دغوا، وما عندكش الحق. بدا هنا تكرار، كرر كرر كرر. اش كتبين ليه؟ كتبين ليه بانك انت شاد في الموقف ديالك، وبان هذاك السم اللي بغى يسمك شديتيه بحال هكا وحطيتيه ليه في الطبله. مؤخرا وقع لي مشكل مع واحد السيد، انا خارج من الكراج من الطوموبيل، هو واقف في الدوزيام بوزيسيون ما خلانيش نخرج، بقيت كنكلاكسوني. قال لي كتكلاكسوني يا صاحبي، ما حنا شنو درنا وانتم ما كتفهمونا؟ بنادم مريض، بنادم خسر ليه الطوموبيل، بغى يجرني في هاد المشاكل هادو ديال خسر ليه الطوموبيل مشكل. فو ما عندكش الحق توقف دوزيام بوزيسيون، ولا انت كتكلاكسوني بزاف بحال ما عرفتش شنو واقع. اش واقع؟ انت كاع كتكلاكسون هاد الكلاكسون كامل، وما عندكش الحق توقف دوزيام بوزيسيون. انت ها هو كيحاول يجرني كلاكسون، كيحاول يجرني انه عنده مشكل، كيحاول يجرني في العاطفه، انت اش كدير؟ وما عندكش الحق. تو سامبلومون، سهله سهله، هذه اي واحد يقدر يديرها. درتي كذا وكذا وكذا وما عندكش الحق. هاد التقنيه هذه غادي تساعدك باش انك تفهم الاخرين بان فعلا راه هو اللي فوتيف، وفي نفس الوقت كتبان بانك عارف راسك اش كدير. بزاف ديال الناس فاش كيطيحوا في الظلم ولا فاش كيطيحوا في الدسارة كتوقع لهم واحد الخلطه ديال المشاعر السلبيه، وكيبقاو غير يشيروا بالكلمات. هادي هادي، كاين اللي غير غادي يبكي، كاين اللي غادي يبغي يضرب، وكتبان في الاخر انت اللي ما مزيانش وانت اللي ظالم، اولا كتبان كدير من الحبه قبه. علاش؟ لمجرد ما عرفتيش تعبر على هذاك الشيء اللي ما عجبكش. انا خوك ساهل، وما عندكش الحق. زيد هذيك وا، وما عندكش الحق. تقنيه غادي تعاونك بزاف في مواجهه اي واحد كيبغي يتصر عليك وتقبح عليك. النقطه الثانيه وهذه مهمه ومهمه بزاف، هذه غتحتاج منك شويه ديال الزعامه. هاد التقنيه هذه بين ليه بانك انت ما حاملوش. بزاف ديال الناس فيكم فاش كيكون عارف واحد الشخص داصر عليه ميكروب كيبغي يبان قوي، زعما بحال ما كيتعقدش، لازم الدنيا هانيه، كول ماك كول. نو ماشي كول، ما كنحما حاملكش يا صاحبي. قول ليه بين، ما تقولش لي ما حاملكش، لا بينها ليه، بينها ليه. كي غتبينها ليه كاين بزاف ديال التصرفات. فاش يجي هو نوض، انت سمحوا لي خصني نمشي. مالك يا صاحبي انت فين ما كنجي انا كتنوض انت؟ لا 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 عندي ميدان. ما تخليش يجرك وتبين ليه بانه هو فوتيف، لان داكشي كيتسنى. تحس فيه سلم عليك وبغى يجبد معاك موضوع بزز، بدا كيهضر لك على شي حاجه بالعاني باش تجاوب معاه، قول ليه سي فري سي فري. والمهم خصني نمشي، ديما خصني نمشي. دخل الكلمه ديال خاصني نمشي. اشنو انت هاد الحاجه كاع عندك اللي غتمشي ديرها؟ ماشي شغلك. علاش كتخليو الناس يقردنوكم؟ علاش كتخلي بنادم يقردنك؟ ها هما كلمات بسيطه كيغيروا المجرى ديال الامور. انت تقدر تستعملو في الجلسه مع الصحاب، في الجلسه مع العائله، في كنتو في شي مجمع. فاش يدخل هذاك الشخص اللي داصر عليك بين ليه بانك ما كتبقيتي، ما بقاش عندك معاه لان فيه الدساره، ولا مشى حتى ما عجبوش الحال لانك كتهرب منه، عارفين اش غادي ديروا، وما عندكش الحق تقول هذيك. هما جوج ديال التقنيات، خدم بهم مزيان وتفكرني. وعاد حنا في الدوره ديال الذكاء العاطفي زدنا بزاف ديال الجمل، جمل جاهزه. علاش في نظرك واحد الشخص كيعرف يتواصل واحد ما كيعرفش يتواصل؟ تيقول لك اكسبير في لا كومونيكاسيون، واو تعرف يهضر، واو جوابو على طرف نابو، راه ماشي وعر منك، عنده بعض الجمل جاهزة في بعض المواقف اللي كيطيح فيها. في دورة ديال الذكاء العاطفي عندنا ثلاثة السوايع كنتكلمو غير على هكا، غتولي منشار، باك 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 باك، لا كومونيكاسيون، وعندنا جمل جاهزة كنستعملوهم في بعض المواقف اللي كيتكرروا، لأن كيف ما قلت لكم هذا مشكل، شحال من مرة كتكون أنت اللي مظلوم، ولكن فاش كتنوض تهضر على الالم اللي سببوا لك الاخرين كتطلع انت اللي ما مزيانش. علاش؟ غير لمجرد ما كتعرفش تتواصل، ما كتعرفش تهضر، ما كتعرفش تخرج تاكسبريمي هذاك لانساتيسفاكسيون ديالك. اي سا سخا مالوغو ان الانسان يبدا يتظلم دائما وياكل العصا دائما وطيح ليه القيمه ديالو، غير لانه ما كيعرفش يعبر على ديك لانساتيسفاكسيون ديالو تجاه هاد المواقف او تجاه هاد الاشخاص هادو. دونك الدوره ديال الذكاء العاطفي كاينه حتى هي لتحت، يمكن لك تحصل عليها وتتبعها فين ما كنتي في العالم. تنشكركم متتبعينا الاوفياء على المتابعه. شوف هذا الفيديو وعاود شوفه وعاود شوفه، وخذ ورقه وستيلو
ديروا لنا جيم عافاكم دعمونا وخليوا لنا عافاكم في لي كومونتير غير وصلتي حتى دابا شتكون شنو هو هذا التصرف هذا اللي قدرتي تعرفوا من خلال هذا الفيديو هذا اللي كيعكس التصاره ديال الاخر اللي كنت كتب لنا التصرف هذا. راني كنطالع على جميع التعاليق ديالكم وما تنساش دير لنا جيم دعمونا باش هذا الفيديو هذا يطلع. بارطاجيو بيان سور في الواتساب في الفيسبوك في الانستغرام. بارطاجيو هذا الفيديو هذا فين ما بغيتوا. شكرا مره اخرى على المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع القادم مع موضوع اخر. كان معكم عزيز افكار. سلام الفيديو.